عقب إعلان الرئيس الشاذلي بن جديد عن موعد الانتخابات التشريعية على أمل أن تهدأ الأوضاع المضطربة في البلاد، بدأت الأحزاب تستعد لخوض المعركة الانتخابية، ومنها بطبيعة الحال حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وكلف رئيس الوزراء سيد أحمد غزالي بتنظيم العملية الانتخابية المقرر إجراؤها بعد 6 أشهر في ديسمبر عام 1991، وعلى وفق مبدأ التمثيل النسبي لضمان عدم حصول جبهة الإنقاذ على 51% من مقاعد الجمعية الوطنية. ولما تقرر إجراء الانتخابات على جولتين، استعد حزب جبهة الإنقاذ تحت قيادة الشيخ عبد القادر حشاني لخوض غمار المعركة الانتخابية. وفي التجمع الذي عقد في نوفمبر عام 1991، أعلن صراحة أن العدو هو النظام الحاكم الذي يتبع سياسة فرق تسد. رغم ذلك أقدم النظام على محاولة تهدئة أخرى وأفرج عن الشيخ محمد السعيد. لكن وبعيدا عن المعترك السياسي، كان الجهاديون الذين شاركوا في الحرب الأفغانية يعدون العدة لمعركة من نوع آخر، معركة تداخلت فيها الأطراف لدرجة أنها كادت تدخل الجزائر في حرب أهلية حقيقية. في ذلك الوقت كانت الجماعات التي توصف بالراديكالية المتطرفة ترفض الحوار والمصالحة والديمقراطية وتراقب الوضع عن كثب. وحينما لاحت في الأجواء بوادر الهدوء عقب الإعلان عن موعد الانتخابات، قامت جماعة القطبيين بالهجوم على أحد مراكز حرس الحدود بهدف إفشال العملية الانتخابية. وجدير بالملاحظة أن بعض المؤرخين قالوا بأن بعض هذه الجماعات كانت من صنع أجهزة المخابرات العسكرية، أو على أقل تقدير اخترقت في مهدها ببعض العناصر التي تتبع المركز الإقليمي للبحث والتقصي، أو المركز الرئيسي للعمليات، أو المركز العسكري الرئيسي للبحث، وذلك بهدف تشويه صورة الإسلاميين ونزع الشرعية الشعبية عنهم ومنعهم من الوصول إلى الحكم. وهو ما ذكره أيضا عام 2003 عبد القادر تيجئة، الضابط السابق في مديرية مكافحة التجسس التابعة لجهاز الاستعلام والأمن. عقب حادث مركز حرس الحدود، أسرع وزير الدفاع خالد نزار بتوجيه الاتهام إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ، مصرحا بأنهم ضالعون بالوقوف وراء الحادث، في حين نفى الشيخ عبد القادر حشاني هذا الاتهام وأدانه، ثم أصدر أمرا بخروج مسيرات سلمية في 6 ديسمبر، أعقبها تجمع كبير لحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ ومؤيديه استعدادا للانتخابات. في هذا التجمع وقف الطفل الصغير ابن الشيخ علي بالحج يخطب في الجماهير الحاشدة بكلمات مؤثرة في مشهد قيل إنه جاء بهدف اللعب على وتر العاطفة. وفي 26 ديسمبر من العام نفسه 1991 أجريت الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية لتسجل سقوطا مدويا لحزب جبهة التحرير الحاكم، والذي بدا جليا أنه فقد ثقة الشعب بسبب البيروقراطية والفساد، فلم يحصد سوى 15 مقعدا في المجلس التشريعي، في حين اكتسح حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ وفاز ب 188 مقعدا من أصل 232، وبات طريقهم نحو الحكم وتحقيق هدفهم الكبير بإقامة دولة الخلافة الإسلامية من الجزائر، مرهونا فقط بالجولة الثانية من الانتخابات.
ورغم أن النتيجة شكلت صدمة للنظام الحاكم، إلا أن الرئيس الشاذلي أعلن قبولها، في حين رفض وزير الدفاع خالد نظر هذه النتيجة، وأعلن الجيش إلغائها وتعليق العديد من الحقوق الدستورية وتأجيل الجولة الثانية إلى أجل غير مسمى. كما وصف جبهة الإنقاذ بأنها جماعة تكفيرية ومتطرفة، ونزلت الدبابات في الشوارع لقمع أي احتجاج قد يأتي نتيجة لهذا الإعلان. فبادر قادة جبهة الإنقاذ بالمطالبة باحترام الدستور وإعلاء كلمة الشعب وإقرار النتيجة والاستمرار في المسار الانتخابي، ثم نظموا التظاهرات والاعتصامات وأطلقوا الدعوات لمواجهة النظام. فلاحت بوادر العاصفة في الأفق، ووقعت مصادمات عنيفة بين قوات الأمن والنشطاء الإسلاميين. وفي محاولة منه لتهدئة الأوضاع، حاول محفوظ نحناح التوسط وإقناع قادة جبهة الإنقاذ بتقديم بعض التنازلات والالتزام بمقاعد محددة في البرلمان، لكن قادة الجبهة رفضوا. واستمرت الأزمة بين نظام يرفض التخلي عن مقعده كي لا تتحول الجزائر إلى أفغانستان ثانية، وبين تيار إسلامي يطالب بالشرعية وبأحقيته في الحكم بناء على كلمة الشعب. وأمام عجزه عن إيجاد حل لهذه الأزمة، أعلن الرئيس الشاذلي بن جديد في يناير عام 1992 استقالته من رئاسة الجمهورية، واختار الانسحاب من المشهد السياسي والعزلة بعيدا عن المعترك السياسي. لكن بعض المحللين قالوا بأنه أجبر على الاستقالة، وصارت شائعات بأنه وضع تحت الإقامة الجبرية. وهكذا رحل الشاذلي تاركا الجزائر تغلي على حافة كارثة، على شفا هاوية، على مشارف حرب أهلية، على مدخل نفق مظلم لم تخرج منه إلا بعد 10 سنوات دموية مثقلة بجراح غائرة. على إثر استقالته أو إقالة الشاذلي بن جديد، تأسس المجلس الأعلى للدولة لإدارة شؤون البلاد بعضويته خالد نزار وعلي كافي والتيجاني هدام وعلي هارون ورضا مالك، ثم عرضوا على حسين آية أحمد المناضل الثوري القديم تولي منصب رئيس الجمهورية، لكنه رفض هذا العرض معتبرا قبول مثل هذا العرض بمثابة محو لتاريخه النضالي من أجل الجزائر وشعبها. ووصف إلغاء نتيجة الانتخابات وتعليق العمل بالدستور بأنه انقلاب صريح على الشرعية وإرادة الشعب واعتداء على الديمقراطية. فأرسلوا إلى المناضل الثوري القديم أيضا محمد بوضياف لتولي رئاسة المجلس تمهيدا لرئاسة الجمهورية، فوافق وعاد من منفاه بالمغرب معتبرا ذلك تلبية لنداء الوطن. عاد بوضياف لقيادة البلاد في ذلك الوقت العصيب قائلا: جئتكم اليوم لإنقاذكم وإنقاذ الجزائر، وأستعد بكل ما أوتيت من قوة وصلاحية أن ألغي الفساد وأحارب الرشوة والمحسوبية وأهلها، وأحقق العدالة الاجتماعية من خلال مساعدتكم ومساندتكم. ورغم أنه لم يكن على دراية بالوضع المعقد للبلاد والحسابات المتداخلة للسلطة، إلا أنه قرر فرض الأمن ومحاربة الفساد في المقام الأول. لكن بعد شهر واحد اندلعت سلسلة من الهجمات والعمليات الإرهابية، فأعلنت الهيئة العليا للدولة حالة الطوارئ. وفي الشهر التالي فبراير عام 1992 أصدرت الهيئة العليا للدولة قرارا بحل حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ، واعتقل الآلاف من قادة وأعضاء الحزب والمتعاطفين معه، حتى بلغ عدد المعتقلين في بعض التقديرات 40,000. فاعتبر من تبقى من جبهة الإنقاذ أن ذلك إعلان حرب عليهم،
وهكذا انفجرت القنبلة ودخلت البلاد في دوامة العنف والجنون. عقب حل حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ وموجة الاعتقالات الواسعة، هرب بعض الإسلاميين إلى الجبال وبدأوا في التسلح للدفاع عن أنفسهم من هجمات الجيش الجزائري الذي أعلنهم جماعة إرهابية. ثم أسسوا لاحقاً ما سمي الجيش الإسلامي للإنقاذ كجناح عسكري لحزب جبهة الإنقاذ بقيادة مدني مزراق أحد قيادي الجبهة ومحمد السعيد مؤسس جماعة جزأرة. وفي يونيو عام 1992 بدأ أبو ضياف حملة تطهير للجيش وعزل بعض المسؤولين عن مناصبهم، ومنهم المسؤول الكبير محمد العماري وهو أحد ضباط فرنسا. لكن بعد أيام وفي 29 من يونيو عام 1992 وبينما كان أبو ضياف يلقي خطابا بدار الثقافة بمدينة عنابة وعلى الهواء مباشرة، أطلق أحد حراسه ويدعى مبارك بومعرافي النار عليه فأرداه قتيلا. هنا شوفوا هذا الدول اللي فاتتنا، باش فاتتنا؟ فاتتنا بالعلم والدين تاع الإسلام. وجهت لجنة التحقيق تهمة القتل العمد إلى القاتل الذي صرح بأن ما فعله كان تصرفا فرديا على وفق قناعاته الإسلامية، فاتهم الجيش جبهة الإنقاذ بالوقوف وراء العملية. لكن البعض اتهم المؤسسة العسكرية بعملية الاغتيال استنادا إلى أن رئيس المخابرات وقتها محمد الأمين مديم والمعروف بالجنرال توفيق لم يحاسب على التقصير وظل في منصبه، كما أصبح والي مدينة عنابة التي شهدت حادث الاغتيال وزيرا للداخلية، إلى جانب عودة محمد العماري ليصبح رئيس أركان الجيش. لاحقا حكم على بومعرافي بالإعدام، لكن الحكم لم ينفذ وظل في سجن سركجي إلى عام 2002 حين شب حريق بالسجن فأودى بحياة 18 شخصا وأعلن أنه توفي في هذا الحادث. وهكذا عاش أبو ضياف مناضلا ضد الاحتلال الفرنسي ومات على يد أبناء جلدته، ليتلاشى الأمل في وضع حد لدوامة الحرب والوصول بالبلاد إلى الاستقرار والعدالة التي حلم بها الجزائريون. بعد اغتيال أبو ضياف تولى علي كافي رئاسة المجلس الأعلى للدولة كمسؤول عن إدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية. وفي مطلع عام 1993 تكون ما سمي الجيش الإسلامي للإنقاذ كجناح عسكري لحزب جبهة الإنقاذ، وبذلك أصبح الصراع مسلحا بين جيش نظامي للدولة وجيش الإنقاذ الذي اعتبر المؤسسة العسكرية مغتصبة للسلطة ومنقلبة على الشرعية الدستورية. فانزلقت الجزائر في معترك دامي لتعيش أسوأ سنوات مرت في تاريخها، بيد أن بوادر الصراع المسلح ظهرت قبل ذلك الوقت بقليل في صورة عدة هجمات إرهابية، منها تفجير مطار الجزائر الدولي أو مطار الهواري بومدين الدولي في أغسطس عام 1992 والذي أودى بحياة 8 أشخاص. وكالعادة اتهم النظام جبهة الإنقاذ بالوقوف وراء الحادث، في حين أعلنت حركة حديثة الإنشاء وقتها مسؤوليتها عن هذه العمليات، وهي الحركة الإسلامية المسلحة التي انشقت عن جبهة الإنقاذ وأسسها منصور الملياني في أبريل عام 1992 كحركة جهادية تتكون من المقاتلين الجهاديين الذين شاركوا في الحرب الأفغانية ضد روسيا، بالإضافة إلى مقاتلين سابقين في جماعة مصطفى بويعلي. ثم جذبت الحركة فيما بعد عدة جماعات وتنظيمات أخرى وأصبحت تعرف بالجماعة الإسلامية المسلحة جيا. وجدير بالذكر أن هذه الجماعة كان لها دور بالغ الأثر داخل النفق المظلم خلال سنوات العشرية السوداء
ونفذوا عدة مجازر ضد المدنيين، أو هكذا تقول الرواية الرسمية. قامت جيا على هدف أول وأساسي هو إسقاط الحكومة الجزائرية وإقامة دولة إسلامية، وحملت شعار لا للحوار أو الهدنة أو المصالحة، وشن أعضاؤها موجة من العنف والهجمات المتكررة بهدف زعزعة الاستقرار، ونفذوا العديد من العمليات الإرهابية معتمدين أسلوب الاغتيالات وتفخيخ السيارات والاختطاف، واستهدفوا رجال السلطة والجيش والفكر والفن والصحافة باعتبارهم عملاء للغرب، أو على حد وصف أحدهم أئمة الكفر، منهم رئيس الوزراء ورئيس المخابرات الجزائرية السابق قاصدي مرباح، والكاتب الطاهر جاووت، والصحفي إسماعيل يفصح، والمطرب الوهراني الشاب حسني، وغيرهم. بل استهدفوا أيضا بعض قادة التيار الإسلامي مثل الشيخ محمد بوسليماني. ولا بد من التنويه هنا إلى أن بعض الحقوقيين وجهوا اتهاما للجيش بالوقوف وراء بعض هذه العمليات لتشويه صورة الجماعات الإسلامية، وهو الاتهام الذي دعمته فيما بعد شهادة ضابط القوات الخاصة الجزائرية حبيب سويدية، الذي قال بأن قوات الأمن والجيش نفذوا مجازر ضد المدنيين، وهي الشهادة التي نشرها في كتابه الحرب القذرة، والذي أثار ضجة كبيرة عند نشره. وفي صيف عام 1993 ترأس اليمين زروال وزارة الدفاع، وفي محاولة منه لإيجاد تسوية للأزمة أجرى مفاوضات مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ، أخرج على أثرها عباس مدني وعلي بالحج من السجن، ووضع تحت الإقامة الجبرية. لكن الحرب التي كان يدفع ثمنها الأبرياء استمرت بين الجيش النظامي والجهاديين، ووقعت تجاوزات كثيرة من اعتقال وتعذيب وإعدامات من الطرفين، حسب ما صرح الوزير السابق علي يحيى عبد النور. وبعد أشهر، وفي يناير من العام التالي 1994، ترأس زروال المجلس الأعلى للدولة تمهيدا لرئاسة الجمهورية، وبدأ مساعيه للوصول إلى تسوية تحقن على أثرها دماء الجزائريين. ثم حاول قادة الأحزاب وممثل جبهة الإنقاذ التوصل إلى اتفاق لوقف أعمال العنف، ووقعوا اتفاقية من شأنها أن تضع حدا للحرب الدائرة، لكن اليمين زروال رفض هذه الاتفاقية، وتصاعدت موجة العنف حتى قرر الجيش تسليح الشعب للدفاع عن نفسه ضد الجماعات المسلحة، فنظمت مقاومة شعبية استهدفتها الجماعات المسلحة بطبيعة الحال. على الجانب الآخر، كان الشقاق قد دب في صفوف الإسلاميين، وتباينت أهدافهم ورؤاهم وطرق تعاملهم مع الأزمة بين تشدد يرفض الحوار ولين يسعى للتفاوض. وفي نوفمبر عام 1995 فاز اليمين زروال في الانتخابات الرئاسية، ووعد جميع الأحزاب الإسلامية التي توافق على نزع السلاح بعدم المحاسبة، مما أدى إلى اتساع الانشقاق في صفوف الجماعات الإسلامية. واتهمت جماعة جيا التي ترفض الحوار والهدنة والمصالحة جبهة الإنقاذ بالخيانة لدخولهم في مفاوضات مع الحكومة. ثم شن أعضاؤها سلسلة من الهجمات الإرهابية في الجزائر وفي فرنسا أيضا، منها تفجير في أحد محطات مترو باريس، وتفجير في مدرسة يهودية بمدينة ليون، كما اختطفوا طائرة تابعة لشركة الطيران الفرنسية إير فرانس. وخلال عملية الاقتحام وتحرير الرهائن قتل الفرنسيون 4 من الخاطفين، وردا على مقتلهم اختطف وقتل أعضاء من جيا عددا من الرهبان المسيحيين، بلغ عددهم خلال صيف عام 1996 19 راهبا. ورغم دموية السنوات الأولى من العشرية السوداء، إلا أنه مع حلول سنة 1997 كانت البلاد على موعد مع موجة عنف لم تشهد لها مثيلا،
فأريق الدماء آلاف الأبرياء في مذابح بشعة ما زال فاعلها محل خلاف، وكتبت هذه السنة الصعبة في تاريخ الجزائر بلون الدم لتكون أكثر سنوات العشرية السوداء وربما أكثر سنوات الجزائر ظلمة ودموية.